احنا اليوم كما كتشوف في المركب الدولي بوزنيقه ديال الطفوله والشباب في اليوم الاول ديال المؤتمر ديالنا المؤتمر العاشر النقابه الوطنيه للتعليم سيدتي. هذا المؤتمر هذا اللي احنا انطلقنا في التحضير ليه من منذ اكتوبر من هذا الموسم الدراسي. اذا واحد 8 اشهر حنا كنحضروا حضرنا 4 ديال الاوراق اللي كطرح مختلف القضايا الاساسيه اللي مطروحه في الساحه التعليميه. كاين ورقه ديال التوجه العام للنقابه، كاين ورقه ديال السياسه التعليميه، مختلف السياسات المتبعه في البلاد الى حد الان واللي وصلت الحاله للتعليم الحاله اللي هو عليها الان اللي هي حاله مزريه، كذلك الورقه ديال الملف المطلبي والشؤون الاجتماعيه ديال المطالب ديال الشغيله التعليميه، كذلك الورقه الاخيره ديال التنظيم التطوير التنظيم ديالنا باش يمكننا نقوموا بمختلف الادوار والمهام اللي مطروحه عندنا كحركه نقابيه في هذه المرحله في القطاع ديال التعليم. اذا في هذا الاطار هذا احنا اذا لمده على مدى 4 ايام سنناقش كل الاشكالات والقضايا المطروحه وكل التحديات مستحضرين السياق اللي فيه كل شيء، فيه مستحضرين السياق الدولي اللي فيه اللي وصل الحدود ديال الحروب على الصعيد العالمي، مستحضرين السياق الاقليمي المنطقه العربيه المغربيه الافريقيه الساحل اللي فيه واحد الجو عام ديال عدم الاستقرار اللي كيهم العديد من الدول المجاوره لبلادنا واللي حنا معنيين بهذا الوضع ديال عدم الاستقرار كما كان الحال، ومستحضرين كذلك السياق التعليمي اللي فيه العديد من المشاكل ديال الساحه التعليميه بالناهيك على السياق الوطني اللي فيه حكومه نيوليبراليه بامتياز اللي هجمه على كل المكتسبات والحقوق والحريات العامه والحريات النقابيه في الزمن هذا، واللي مطروح هذه كلها تحديات مطروح لنا كيف نواجهها وكيف نصيغوا المواقف المناسبه للمواجهه. اليوم كحزب الشراكي موحد كنحضروا الجلسه الافتتاحيه ديال المؤتمر ديال نقابه التعليم ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، لانه كاين رفاقنا مشاركين ورفاق اخرون مناضلات ومناضلين جاوا من المغرب كامل، وتنظنوا بانه في هذه الاوضاع الصعبه اللي كتمر منها بلادنا ماشي فقط من جراء الجائحه ولا الازمه ديال النظام النيوليبرالي، كاينه ازمه داخل البلاد وازمه اجتماعيه كبيره، وفي خضم هذه الازمه الاجتماعيه كنظنوا بانه الدور ديال النقابات خصو يبقى قوي باش يدافعوا على المدرسه العموميه الجيده اللي حنا محتاجين لها باش يمكن لنا ناسسوا واحد المجتمع اللي كيصون الكرامه، مجتمع ديال تكافؤ الفرص، مجتمع ديال العداله الاجتماعيه، وهذا المجتمع ما يمكن له يمر الا عبر اعاده الاعتبار للمدرسه العموميه والجامعه العموميه والبحث العلمي واعاده الاعتبار لهيئه التدريس اللي خصها توظف في اطار الوظيفه العموميه ماشي بالعقده، واللي خصها انه ترجع ليها المكتسبات ديالها المعنويه في المجتمع وترفع من المكتسبات ديالها الماديه باش يعيش الاستاذ والاستاذه في ظروف اللي هي يعني كتصون الكرامه ديالهم باش يمكن لهم يعطيو، لان الدور ديال الاستاذ والاستاذه اساسي في التنميه ديال الانسان واساسي في التنميه ديال المجتمع. وجينا باش نحييو يعني النقابه ديال التعليم ديال كدشه باش يمكن لها انها تقوي من نضالاتها وانها تكون عندها الشجاعه باش تواجه المخططات النيوليبراليه وتحافظ على المدرسه العموميه للبلاد باش يبقى الامل باننا يمكن نبنيو مدرسه عموميه موحده مجانيه ذات جوده عاليه لكل ابناء وبنات هذا الشعب، وانه نقوموا بالاصلاح ديالها اصلاح شامل وشمولي اللي يكون بنظره اجتماعيه مغربيه وليس بنظره نيوليبراليه. طبعا انه المؤتمر ديالنا المؤتمر الوطني العاشر اللي كينعقد تحت شعار على درب الوفاء والنضال الديمقراطي مستمرون للدفاع عن المدرسه العموميه وعن مطالب وحقوق ومكتسبات الشغيله التعليميه، هو كيجي طبعا في واحد السياق اللي كنكتفوا فيه في الحقيقه هذا الشعار بالدلالات ديالو. الامر كيتعلق بقضيه الديمقراطيه، والامر ايضا يتعلق بقضيه المدرسه العموميه لانه كنعتبروا قضيه ديال الديمقراطيه هي في الحقيقه السبيل لمعالجة كل الملفات وكل القضايا المطروحة ديال المغرب. وحنا من موقعنا يعني النقابي الاجتماعي منخرطون في كل المبادرات اللي هي تتعلق وكتهدف إلى البناء الديمقراطي. المستوى الثاني في الشعار هو المتعلق بالمدرسة العمومية، لأننا نعتبر بأنه المدرسة العمومية هي ريان استراتيجي بالنسبة للمغرب، لا سبيل نحو التقدم ونحو التنمية إلا عبر المدرسة العمومية من أجل إعادة الاعتبار لها، من أجل تأكد
تكون مدرسة تؤدي الوظيفة ديالها المعرفية العلمية الفكرية التربوية الإشعاعية. وطبعا لأنه التعليم العمومي هو رهان استراتيجي، وأعتقد بأن هذه إحدى الدروس المستخلصة من الأزمة ديال الجائحة دوليا وأيضا وطنيا، وبالتالي الحاجة إلى الاهتمام والالتفات المدرسة العمومية من أجل المبادرة إلى فتح حوار وطني لإصلاح عميق وجوهري للمنظومة. المستوى الثالث هو في قلب المدرسة العمومية، هو المتعلق طبعا بالمطالب والحقوق ديال النساء في التعليم، لأنه الإصلاح أحد المداخل دياله هو الاهتمام بالأوضاع ديال النساء ورجال التعليم ومعالجة كل المطالب اللي هي مطروحة واللي هي الآن على جدول الأعمال ديال المجريات ديال الحوار الاجتماعي، سواء ما يتعلق باللجنة ديال النظام الأساسي أو ما يتعلق باللجنة ديال الملفات العالقة. الأمر الآخر طبعا هو أن هذا المؤتمر هو محطة تنظيمية للنقاش للحوار يعني الديمقراطي يعني الرفاقي للاختلاف، من أجل طبعا التطرق إلى المضامين ديال الأوراق اللي هي أوراق معروضة على المؤتمر، ما يتعلق بالتقرير العام اللي فيها البعد الدولي والإقليمي والوطني والأسئلة المطروحة علينا يعني كنقابة والتحديات اللي مطروحة علينا، ما يتعلق أيضا بالملف المطلبي اللي هو في حاجة إلى التحيين، ما يتعلق أيضا بالقوانين، وطبعا سيصدر بيان ختامي اللي غادي يحدد الموصلة ديال النقابة الوطنية للتعليم، وسيشكل إطارا مرجعيا ودليل عمل بالنسبة للتجربة المقبلة للأجهزة التي سينتخبها المؤتمر. أخوات الإخوان الحضور الكريم، لقد ظلت النقابة الوطنية للتعليم أحضروا في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النقابة الوطنية للتعليم التي تعتبر العمود الفقري للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو المؤتمر من طبيعة الحال العاشر الذي نراهن على تجديد تنظيمات النقابة من خلاله وعلى إعطاء دفعة قوية للنضال النقابي في الحقل التعليمي، ولما لا يعني استرجاع النقابات القطاعية وأيضا المركزية المناضلة مركز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمكانتها داخل المجتمع المغربي وفي الكفاح النقابي للمغاربة.